حياكم الله في هلا وإلى العناوين. أطباء سعوديون ضمن الأعلى تأثيرا حول العالم. عودة الاختبار التحصيلي حضوريا والتفاصيل في هلا. 1877 إصابة جديدة بكورونا. أهلا بكم وإلى أولى أخبارنا، والبداية من خبر وزارة الصحة، إذ أعلنت الوزارة عن تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 3559 حالة تعافي، يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 62442 حالة. سمحت وزارة التجارة لمن هم دون سن 15 من دخول المراكز التجارية ممارسة التسوق مع عائلاتهم وذويهم، وأكدت على السماح بذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الطبية. أطلقت وزارة الثقافة النسخة الثانية لمعرض من الداخل لعرض الأعمال الفنية المتأهلة التي تم إنتاجها خلال فترة العزل الوقائي، وتهدف المبادرة إلى إثراء الفنون البصرية وتشجيع الفنانين لتقديم إبداعاتهم. كشفت وزارة الصحة عن عدم عودة بعض الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي حتى انقضاء كورونا والسيطرة عليه، وذلك كالنوادي الرياضية وصالونات الحلاقة. استأنف مطار الملك خالد الدولي رحلاته الداخلية وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية القائمة على مبدأ التباعد الاجتماعي لسلامة كافة مسافري ومرتدي المطار. الحمد لله، عادت الشركات الطيران الوطنية للتحليق في أجواء المملكة، وهي إن شاء الله تعالى يعني مرحلة نحو إن شاء الله فتح الطيران بشكل كامل بعون الله تعالى. في هذه المرحلة سنستهدف 11 مطارا من مطارات المملكة، هذا نحن اليوم في أحدها مطار الملك خالد الدولي بالرياض. الحقيقة اليوم الأحد ستنطلق كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني 11 مطارا، غدا سيكون هناك إضافة مطارين ليكون المجموع 13 مطار، وهكذا سوف نتمرحل في عملية التوسع في الطاقة الاستيعابية داخل المطارات والطائرات وفقا لما تقرره اللجان المختصة بهذا الخصوص. المسافرين ملتزمون بالتباعد الاجتماعي، لا يدخل المطار إلا من يلبس كمامة، هناك فحص لدرجة الحرارة، حريصون حقيقة على تطبيق هذه المعايير لصحة المسافرين. أنا متواجدة اليوم من ضمن الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا، عندنا كاميرا حرارية تكشف لنا عن قياس درجة حرارة المسافر، إذا كان درجة الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي نفرزه عند الدكتور نكشف عن الهيستوري كامل تبعه، إذا كان في أي من الأعراض في الفيروس نتخذ إجراءات ما حسب بروتوكول وزارة الصحة. إجراءات جدا صارمة ولمصلحة المسافر، وما أعتقد المسافر راح يضايق من الإجراءات اللي هي في مصلحته، بالعكس شيء جميل جدا، ونهيب بالجميع على اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من قبل الموظفين أو من قبل أشخاص مسافرين. كل شيء زين الحمد لله، من الاستقبال، من النظافة، من الترتيب، من كل حاجة، اللهم له الحمد والشكر. إن شاء الله والله يزيح الغمة عن الأمة إن شاء الله. من اللي ما يشتاق للسفرية والبيت، أرضه وسماء يعني براد في أبها، وإن شاء الله أن نعود إلى الرياض إن شاء الله عندما يخف الحر. الاشتياق كبير للأسرة وللأهل وللجراء إجراء الحظر، وهو الحمد لله حظر في صالح الجميع، وأرجو وأتمنى من الجميع أن تقيدوا بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية. نعود بحذر وشعار المرحلة بعد الفاصل.
حياكم الله من جديد. أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل المطاعم والمقاهي للحد من انتشار فيروس كورونا، وتضمنت الإجراءات السماح بالأكل داخل المطاعم وفق ساعات العمل المعلنة، وكذلك العمل من خلال تطبيقات التوصيل. أوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها في تويتر جدول تصنيف مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا خلال أوقات العمل المسموح بها. بعد أن أقفلت أبوابها بسبب جائحة كورونا وتركت من وراءها الكثير من الأشواق بين صفوفها وأعمدتها، عادت لتفتح أبوابها وفق اشتراطات وإجراءات احترازية. فكيف كانت مشاعر المصلين بعد عودة المساجد في أولى أيامها لاستقبالهم؟ للحديث حول هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مساء الخير معالي الوزير، وشكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. الله يحييك معالي الوزير. حاب أعرف منك كيف كانت الاستعدادات، أو كيف رأيتموها أنتم لأول أيام عودة المساجد من جديد؟ أولا أقول للجميع كل عام وأنتم بخير، والمملكة ولله الحمد، قيادة المملكة ولله الحمد واكبت الحدث منذ بداياته، وكان هناك عمل دؤوب لإجراء أعمال احترازية لتخفيف وطأة هذا الوباء الخطير الذي عم جميع القارات ولا يفرق بين لون ولون أو دولة ودولة. فكان هذا الوباء يعني في من الأوبئة التي تعد في تاريخ البشرية. كان الموقف الجبار والجهود القوية جدا بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز أيده الله، والمتابعة المستمرة بالآنية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهم الله وبقاهم لنا ذكرا للإسلام والمسلمين، كان لها الأثر البالغ. الاحترازات التي تمت في بداية الوباء واجتماع جميع الأجهزة على نمط واحد وتناغم واحد من أجل تخفيف وطأة هذا الوباء كان له أثر بالغ، ولله الحمد رأيناه جميعا في المملكة العربية السعودية وما قدمته القيادة لخدمة المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة. فكان لهذا أثر بالغ جدا، وخفف من وطأة هذا الوباء ومن خطورته أيضا. وبعد ما تطور الأمر وازداد كذا ما رأيناه في هذا يعني من ضمن التقارير الطبية التي تصدر من وزارة الصحة، صدرت الإرادة الملكية خوفا على المسلمين وعلى المواطنين والمقيمين بعد أن صدر قرار من هيئة كبار العلماء بالإقفال مؤقتا لمساجد المملكة العربية السعودية حرصا على حياة الناس وحرصا على بقائهم. نعم دكتور عبد اللطيف، تحدثت يمكن قبل يومين عن فاتورة المساجد وفاتورة الكهرباء تحديدا للمساجد التي تبلغ حوالي مليار ريال، هل هناك أي خطة لديكم في الوزارة لتقنين ذلك؟ الله يعني في الواقع نبذ الجهود منها التوعوية ومن التواصل مع الجهات المعنية في شركة الكهرباء. أما شركة الكهرباء فلم نجد منها تجاوب، أما نحن فنحاول أن نقلل من هذه الفاتورة، لأن هذه الفاتورة في الواقع عبء على خزينة الدولة وإسراف للمال العام بدون وجه حق، وليس له حاجة أبدا، بل يعني أموال تهدر في الهواء. ونحن إن شاء الله سنقوم بجهودنا الذاتية في وزارة الشؤون الإسلامية بتخفيض هذه المبالغ وقدر ما نستطيع، لأنه حتى في بعض مع الأسف الشديد أقولها وبكل حرقة وألم، بعض المساجد يسحب منها تيار الكهرباء أما بالاستراحات أو محطات بنزين أو غيرها، فأقولها وبكل ألم، وبيوت أيضا وعلى عينك يا تاجر، بالرغم من شركة الكهرباء تنظر هذه الكياب التي تسحب. وش عدم الاستجابة اللي واجهتموه معالي الوزير؟
المفروض كان شركة الكهرباء تقوم على منع هذه الأعمال، لأن القارئ عندهم يرى هذه العدادات بيوت الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسلاك الممتدة في الأرض مسحوبة من عداد الكهرباء، وهذه من ضمن الأسباب ارتفاع الفاتورة. عاد الإسراف اللي هو وضع المكيفات والإضاءة في بعض المساجد تعمل أوقات طويلة جدا جدا. شكرا جزيلا لك معالي الدكتور عبد اللطيف الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متحدثا عن عودة المساجد عقب انقطاع دام لأكثر من 75 يوما. بعد الفاصل الاختبار التحصيلي، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد. خاطب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب بإلغاء الاختبار التحصيلي عن بعد وعقده حضوريا في الجامعات التي ستنفذه مجانا، مؤكدا أن الوزارة والجامعات لديها الاستعداد التام لتوسيع مستوى الخدمات المقدمة للهيئة للعودة إلى الاختبارات الحضورية بدلا من الاختبارات عن بعد. الحديث حول هذا الموضوع تحديدا مفهوم الاختبار التحصيلي، ينضم معي في الاستوديو المهندس علي الغبيشي مدير عام التحول الرقمي بهيئة تقويم التعليم، والأستاذ حماد السلي الكاتب الصحفي. أهلا بضيوف الأعزاء، شكرا لقبول الدعوة، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير، شكرا لك. لعلي أبدأ من عندك مهندس علي إذا سمحت لي، ما هو الاختبار التحصيل التجريبي خلينا نقول، وش الهدف منه، لماذا يعقد، إلى أي مدى هو يحقق هدفه المرجو منه بالأساس؟ نعم، أسعد الله مساء الجميع. طبعا الاختبار التحصيلي في الأصل هو اختبار يهدف إلى تقييم الطالب وتقديم معيار للقبول في الجامعات، وهذا طبعا منشأ بقرار من المقام السامي منذ 20 سنة، يعني بدأ هذا الاختبار. الشيء الجديد أنه الهيئة تقريبا من 6 أشهر وهي تدرس تطوير الاختبارات إلى الاختبارات الإلكترونية وتقديمها بوسائل تساعد يعني الاستيعاب الطلاب بعيدا عن المقرات، وتسهيل كذلك الخدمات الأخرى، وأيضا تنفيذ التوجهات المبنية على توجهات الرؤية في التحول الرقمي. ساهمت طبعا الجائحة بأن تقوم الهيئة بواجبها في إقامة الاختبار التحصيلي لأنها مسؤولة عنه من خلال مركز القياس الوطني، وقدمت حلولها وبحثت مع شركات يعني عالمية تقدم هذا النوع من الاختبارات تقريبا من 14 سنة، وهي الاختبارات الهاي ستيك الحساسة، واتجهت أن تقدم هذا الحل حفاظا على سلامة الطلاب، وأن يتم إيصال الاختبار إلى المنازل، وأن يكون هو اختبار في المنازل وهو موجود عالميا ودارج. يعني والاختبارات يعني في العالم لها دراسات يعني قد يعني نشر شيء فيما يخصها. فالهدف في الأصل أن يقدم الاختبار لخريجي الثانوية هذا العام، وأن يكون أيضا وفق الاحترازات التي تساهم في سلامة الطلاب والطالبات. لما نتحدث عن الاختبار التحصيلي ونعود بس للهداف، إذا سمحت الغوص شوية بأهدافه، الهدف منه هو اختبار الحصيلة المعرفية للطلاب، هذا هو الهدف. نعم. الأساسي. نعم. طوال مدة الدراسة، طوال مرحلة الثانوية. أي من طوال مرحلة الثانوية. نعم صحيح. ما في أي تحديات ممكن تواجه الطلاب في في في, في إجراء الاختبار، خصوصا أن بعضها يكون مضى عليه 2-3 سنوات؟ يمكن خلينا نقول الاختبار عن بعد لما اختير حقيقة في جملة تحديات، وهذا لابد أن نجمل في أي تحول هو في تحديات كبيرة. أكبر التحديات هو الثقافة الجديدة في مفهوم الاختبار في المنزل، لأنه عادة الاختبار يتم من خلال المراقبة داخل المقرات. إحنا الآن ننقل جزء من مسؤولية المراقبة على الطالب والاهتمام بأن لا يخالف سياسات الاختبار، أيضا نستخدم الذكاء الصناعي في مراقبة الاختبار وتسجيل أي مخالفات يتم من خلالها الطالب. هذه الثقافة في حد ذاتها هي تعتبر تحدي. أيضا اليوم حنا بدأنا التجريبي، وضعنا خطة لتجريب الطلاب من أجل أن نتعرف على المشكلات التقنية التي ستواجه الطلاب. اليوم حنا في اليوم الثالث تقريبا، اليوم الأول تقريبا كان عندنا 54,000، كان كتارجت 50,000 تقدموا للاختبار في اليوم الأول. بالأمس 44,000 تقدموا للاختبار من أصل 47,000.
الى اللحظه قبل الاستوديو كان عندنا 39,000 تقريبا اليوم، ولم ينتهي اداء الاختبار للساعه 12 في الليل. فاحنا جالسين نشوف حتى الفاقد في موضوع الناس اللي ما قدموا الاختبار ومشاكلهم، نعم، متقارب لمن يكون في الحضور في المقرات، وجالسين نشوف هذا الجميع. جيد استاذ حمباند، اليوم احنا لما نتكلم عن الاختبار التحصيلي من بدا الحديث عنه كان في وجهات نظر مختلفه متباينه حول الموضوع. وش السبب برايك؟ وش القاعده اللي كان فيها دائما الاختلاف هو الاساس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اكثر الناس يختلف مع الاختبار ان يقول طيب اذا السنوات هذه اللي انا درستها واجتزت الاختبارات اللي هي في المدارس الثانويه اولى وثانيه وثالث، ايش فائدة المدارس؟ طيب الاختبارات اللي اعقدها هذه واللي نجحت بامتياز ايش فائدتها؟ طيب اذا انا يعاد لي اختبار من جديد. فهذه من ضمن الاسئله اللي تسال عنها الناس، وانت تطلب مني تحصيلي. طيب والسنوات اللي انا اختبرت من اولى لثانيه ثانوي، من ثانيه ثانوي لثالث ثانوي، ولما دخلت ثالث ثانوي اخذت، هل هو عدم ثقه في المدارس او عدم ثقه في وزاره التعليم او عدم ثقه في المدرسين؟ هذه تقريبا النقطه اللي اكثر الناس اشكاليه عليها. وش رايك مهندس؟ طبعا ما اظن انه في المجال الاعلامي نبتعد عن مجال المراكز القياس في العالم، موجوده اختبار السات مثلا وفي مراكز اختبارات في العالم، ومنها مركز قياس يعتبر على مستوى صراحه الوطن العربي اليوم يقدم خدماته لدول الخليج وللدول العربيه. فالموضوع هذا موضوع بحثي، ما هو موضوع حقيقه انه يبحث يعني في الاستوديو الان، لكن تبقى دائما في وجهات نظر علميه مبنيه وفي وجهات نظر انطباعيه تبنى على الانطباع، يعني خلينا نقول بالمعلومات البسيطة، وفي دراسات تبين موضوع كيف يتم الحصول وتحديد الميول والاتجاه، لأنه من أهم الأشياء حقيقة اللي يركز فيها اختبار التحصيلي هو كفاءة الصرف على التعليم، بمعنى أنه الطالب لما يتم تحديد ميوله واتجاهه ومساعدته في وصول للتخصص المناسب هو يساعد حتى الدولة في توجيهه للتخصص السليم، وأن يكون أيضا هناك في كفاءة للإنفاق. فهذا محور رئيس وعميق، أتوقع أنه طرحه لا يكون يعني إعلاميا بهذه البساطة. ايش رأيك أستاذ حمباد؟ والله أنا أختلف مع المهندس بالنسبة للميول. أنت خلينا نفرض الأسئلة اللي وضعتها لي، أنا ميولي طب، ممكن الأسئلة اللي جاتني كلها ميول هندسة واجتماع ولغة عربية ودين. في الحالة هذه أنت حتهضمني إذا أنا ميولي أو درجات العلمية في الطب مثلا أعلى من درجات العلمية في المواد اللي هي اللغويه سواء النحويه او الدينيه او فهذا ما يقيم. انت تقيمني لما انا اتخرج في مواد العلميه، او قيمني انا مثلا متجه لكليه الطب ضع لي اختبار يتخصص بكليه الطب، انا متجه للهندسه ضع لي اختبار يتخصص في الهندسه، انا متجه للطيران ضع لي اختبار يتخصص في الطيران او الكيمياء او الفيزياء. لكن لما تعطيني اختبار شامل ويكون اغلبه مثلا اللغه العربيه او مواد مثلا اخرى، حتاخذ من تحصيلي او حتاخذ من ميولي النصيب الاسد. في الحاله هذه ما انصفتني. انت تشوف انه هذا الاختبار المفروض يتجه لمنح التخصص؟ نعم، اكثر من انه يكون بشكل أكثر من عام يقيس المعرفه. نعم، في طلبه مثلا ثانويه علمي وفي طلبه ثانويه شرعي. فهذا انت الان تظلم اللي تخصص علمي واخذ مثلا مجموع في المواد العلميه كويسه، والشخص اللي تخصص في المواد الشرعيه او المواد الادبيه. فهذا فيه نوع من الاجحاف على بعض الطلبه. انا اشكر حقيقه اشاره مهمه ذكرها يعني الاخ حماد، انه الاختبار لابد ان يكون على مستوى التخصص، وحقيقه يراعي اختبار قياس التخصص، لان الاختبار يقدم للعلمي، وجدولنا في الاختبار عموما من زمان يعني سواء في الحضور في المقرات او حتى في المقرات المحوسبه او حتى الان ما نقدمه عن بعد، هو في اختبار للعلمي وفي اختبار للادبي وفي اختبار ايضا لمن يرغبون بالاختبار باللغه الانجليزيه. فجميع انواع التخصصات مدرجه، وجميع الموضوعات اللي تحدث عنها مدرجه ايضا ضمن مفاهيم ايضا الاختبارات. وللعلم لدينا ادوات اليوم في معرفه المفاهيم، ادعوكم وادعو جميع المشاهدين من المهتمين الدخول الى e-learning.etech.gov.sa، وهي ادوات يتم التعامل معها، الطالب يستطيع ان يسوي سيموليشن واختبار كامل لهذه الادوات ويتعرف على المفاهيم الخاصه اللي تفضل فيها الاخ حماد الخاصه بالاختبار، ويستطيع ان يعرف جميع منتوج الاختبار وكيف يتم تركيبه. انت قلت نقطة مهمة جدا مهندس علي، قلت انه احنا اليوم من خلال الاختبار التحصيلي عندنا انفاق عام على التعليم عالي جدا مقارنة بدول عديدة،
السؤال هل مدى قياسكم لهالإنفاق يكون من خلال فقط هذا الاختبار؟ الهيئة لديها 82 اختبار، ولديها أيضا مهمة بترخيص المهن وجميع الرخص المهنية تقريبا في تنظيم الهيئة المعتمد خلال العام منصرم من المقام السامي، يهدف إلى ترخيص جميع من يعمل في المهن، وهذا جزء من جودة منظومة التعليم والتدريب وسوق العمل. فهذا الاختبار هو واحد من مجموعة اختبارات كبيرة، يعني نقدم اليوم حنا خدماتنا لاختبارات المهندسين، لاختبارات اللغات إلى آخرها من الاختبارات الأخرى، فهي هو جزء من منظومة. فعندما نتحدث يعني عن جزء واحد لابد أن نتحدث عن بقية المنظومة. طيب إذا احنا بغى نتكلم عن 82 اختبار ومدى قياسكم، خلينا نقول لمستوى التعليم كما وكيفا، لماذا إذا مستوى التعليم لدينا لا زال منخفض؟ إذا ما القيمة من هذه الاختبارات اليوم اللي تمارس وتنفذ كل هذه السنين ولا زلنا نتحدث عن مستوى تعليم منخفض؟ ما السبب؟ احنا انت تتحدث عن جزء واحد، هي المنظومة التعليم منظومة متكاملة، احنا جزء فقط للتقييم، لكن لسنا جزء في تنفيذ ما يصلح التعليم، لهذا لا يقع تحت مسؤولية الهيئة، وهذا نظام التعليمي هو مسؤولية حقيقة وزارة التعليم وقطاعات التعليم الأخرى اللي تتمثلها الجامعات. لكنكم هيئة تقويم التعليم، تعطي مؤشرات، تعطي أيضا تقارير لتساعد الزملاء الآخرين في القطاعات الأخرى في منظومة التعليم للعمل عليها، يعني هذه هي الهيئة فقط للمجرد المؤشرات. نعم، لكن التطبيق لا يقع تحت مسؤولية، ليس تحت مسؤولية الهيئة. ترى أن الاختبارات التحصيلية حتى الآن ومنهجية اليوم قياس أثر التعليم كما ذكر المهندس بالفعل هي ناجعة حتى الآن؟ لا، ما هي ناجعة، لأن في خلل في العديد من المدارس. أنت لما تقيم التعليم قيم التعليم ككل، ما تقيم، أنت تقيم الطالب الآن، الطلاب فيهم الجيد وفيهم الذكي، فيهم المستوى التعليمي ما هو نفس الطموح اللي نطمح له، لكن في بعض المدارس تعليمها سيء، في بعض المدرسين تأهيله سيء، في بعض لما قيم التعليم قيم التعليم برضو على المرافق، في مدارس ما في لا تصلح أن تكون بيئة دراسية أبدا، مدارس مستأجرة، مدارس متهالكة، لا يوجد فيها وسائل نقل. أنا لما قيم التعليم ما أقيم أن التحصيل الآن صار يقيم الطالب فقط، تقييم التعليم صار يقيم الطالب فقط. أنا لما أقول قيم التعليم أطلق على الاسم كاسم كامل قيم التعليم، معناته لما أقيم المنشآت، أقيم المدرسين، أقيم المدرسة، أقيم المناهج، أقيم الحصص الدراسية، أقيم حتى لو كنت باخذ الطالب كمخرج طبيعي لكل هالعملية. الطالب ممكن الطالب عنده أهل مثلا جابوا له مدرس خصوصي أو جابوا له مدرسين ماستر، يعني عرفوا أنه مثلا المدرسة هذه مستواها التعليمي ما هو جيد، فيقول كان مضطر أخليه ولكن حصرف عليه من جيبي، أجيب مدرسين خاصين، أعطيه دورات، يعني أهيئة أهله. لكن في المدرسة تلقى اللي ما عنده استطاعة أنه يدفع لولده تلقاه داخل في نفس المشكلة، تحصيل الولد العلمي يكون ضعيف. هل عملية التقييم لديكم من خلال المؤشرات اللي تعرضونها مهندس علي، كذلك من خلال هذه الاختبارات، تشمل كل مراحل العملية التعليمية ولا جزء منها فقط؟ طبعا الهيئة دمجت مجموعة هيئات ومراكز وصار لها تنظيم، يعني اعتمد تقريبا في العام الماضي، بدأ العام الماضي، فيتعمل على جميع منظومات التقييم الخاصة بكل ما يخص التعليم. أنا أعود إلى ما ذكر الأخ حماد أنه كل ما ذكرته موجود في تنظيم الهيئة حقيقة، ونعم نعتبر حقيقة كل شركائنا في قطاعات التعليم هم شركاء أساسيين في النجاح، لأنه هذه منظومة بلد ونحن كلنا نعمل تحت مظلة رأس المال البشري اليوم، وهذا يعني هدف كبير في الرؤية حقيقة للمواطن السعودي. فبالنسبة لنا المعلم حقيقة له أدوات تسانده، ونتساعد مع زملائنا في الوزارة للعمل على سواء معايير المناهج، والمعايير المناهج حقيقة عملت في سنين يعني عليها الهيئة، والآن تعمل الوزارة على تطبيقها، كذلك المساهمة في ما يخص ترخيص المعلمين في المستقبل القريب
هناك تنظيم وترتيب بين الهيئة ووزارة التعليم لوضع رخصة المعلم، فالمنظومة التعليمية كلها تقريبا تعمل عليها الهيئة بالشراكة. نحن ننظر لوزارة التعليم أنها شريك أساسي لأنها هي المسؤول الأكبر عن تنفيذ المنظومة التعليمية سواء على مستوى المدارس أو الجامعات. كم عدد المتقدمين حتى الآن للاختبار؟ الاختبار التحصيلي نعم. طبعا احنا فتحنا التسجيل في تقريبا الأسبوع الثاني من رمضان، واستمر التسجيل إلى أن انتهى التسجيل تقريبا ب 295 ألف طالب وطالبة رغبوا في أن يكون هناك لديهم اختبار تحصيلي عن بعد. بعض الطلاب بحثنا عن الجاهزية التقنية لهم حتى نستطيع أن نوفي مع الطلاب وتجهيز إمكانياتهم، طبعا هناك متطلبات خاصة لكل اختبار. اليوم المتقدمين للاختبارات عن بعد تقريبا 244 ألف وهناك أيضا جزء منهم ذكور وإناث. ذكور وإناث نعم. تقريبا 64% منهم للبنات للطالبات. إحنا في التجريب عندما بدأنا من مجمل كم من 244 ألف خريجي هالعام المتقدمين اللي تقدموا من الخريجين تقريبا حدود 313 ألف. البعض ما زال لم يكمل إجراءات التسجيل، ونحن نعمل حلولنا نستوعب حقيقة الجميع. إحنا في اليوم الثالث اليوم من التجريب، طبعا كان هناك اختيار لشركة عالمية يعمل معنا على تقديم الاختبار. استهلاك الانترنت الخاص بالاختبار يكون في الاستهلاك الحد الأدنى من دخول الاختبار إلى أداء الاختبار إلى تقديم الاختبار. والآن فترة التجريب تعريف الطلاب والطالبات على مكونات هذه المنصة وكيف تعامل معها عند الاختبار الفعلي في منتصف الشهر إن شاء الله. أستاذ حماد، 244 ألف من 313 ألف 244 ألف يعني نسبة كبيرة جدا. صحيح. لماذا إذا نجد دائما حالة من خلينا نقول عدم الرضا، حالة من الحنق دائما تجاه الاختبار التحصيل؟ الأكيد أن الاختبارات ما حد يحبها. صحيح. لكن السؤال الأساسي، إذا كان هذا الهدف الأساسي من هذه الاختبارات، ليش هذه الحالة تتكرر؟ يعني احنا نحاول بس نبحث السبب اجتماعيا لماذا. لا، هي كانت تتكرر بشكل خفيف وتذمر، انا ادرس السنوات هذه بعدين اخذ على الاختبار، لكن التذمر ما كثر في الفتره الاخيره هذه اللي هي من بدايه رمضان ونهايه رمضان بعد ما بدا التسجيل اونلاين، لانه الكثير من الطلبه صار يواجهون مشاكل في البرنامج، في المنصه، شروط المنصه، انه يحاول يدخل يعجز يدخل، في شروط يعني شروط تعجيزية نوعا ما، يعني انك لو تتحرك اي حركة او ترمش او تعطس او ممكن انه تستبعد من الاختبار. صحيح. انا ما شفت تعطس حقيقة في الاستبعاد. هذا اللي موجود في الهاشتاج. لا يعني شوف، احنا شوف نبقى جهة تقدم خدمة، بس لو تحركت يروح عليك الاختبار. لا، ما هو صحيح. شوف مشكلة مهندس علي، تسمح لي اوضحها؟ ما حد طلع ووضح للناس. لا، للأمانة هناك مراسلات كثيرة للطلاب، موقع الهيئة غني بالأدلة الإرشادية، الطالب يستطيع ان يقرأ ويرى الصور في طريقة الفايل المخالفات اللي ممكن يخضع لها أثناء الاختبار، وهي مخالفات اللي هي موجودة في قاعة الاختبار. يعني أنت الآن لما تضع اختبار في مقر لن تسمح للطالب باستخدام الجوال، صحيح؟ لن تسمح للطالب بالحديث مع آخرين، فكل الموجود هو الحد الأدنى من المراقبة. وعموما لن يظلم طالب لأنه في تقرير ذكي وأيضا في مراجعة بشرية للتقرير. أنا هذا أتفق معك مهندس. أيه. بس من ناحية اللي هو الخصوصية، يقول لك الموقع لما تدخل فيه أنه في انتهاك خصوصية، ما لازم تحذف اللي هو البرنامج اللي يحمي الحماية عندك في الجهاز. أيه. طيب، هذه مشكلة، كيف أن أسمح لي؟ ليش؟ هذه نقطة مهمة. وش السبب؟ الحقيقة هذه مشكلة تواجه بعض أجهزة الطلاب الذين لا يعملون على تحديث الأنتي فايروس تقريبا أو برامج الحماية، فإحنا نضع لهم نطلب منهم التعطيل عند دخول الإنترنت، لكن يتم تشغيل البرنامج. ليش؟ تعطيل الأنتي فايروس من العمل أثناء عمل النظام. ليش؟ لأنه قد لا يتعرف على التطبيق فلا يعيق عمله. وليس هل في مشكلة بالتطبيق؟ ليست مشكلة التطبيق أحيانا، وللعلم يعني هي مشكلة واجهت 5% من الطلاب
وتعاملنا معهم 5% من 313 من اللي تقدموا الاختبار عن بعد في الثلاث ايام. اي فاحنا 5% ترى نسبه كبيره من الرقم. تعاملنا معهم انه احنا شفنا مشكلتهم تحديث الانتي فايروس كان طلب منهم التحديث والنظام لا يعيق ايضا العمل، لكن حنا وضعنا بعض الملاحظات انه قد عندما تقوم في مرحله تجريب بتشغيل النظام قد لا يعمل لانه الانتي فايروس لا يتعرف على التطبيق. غريب انه ما يتعرف على هذه تحدث في يعني كمختص، والمختصين في الاي تي يعرفون هذا في تقنيه المعلومات يعرفون ذلك، احيانا لا يتعرف الانتي فايروس لانه الانتي فايروس مثل اي اوبريتنج سيستم. انت اليوم الايفون واصل تنويه عن مشكله كبيره قد تؤدي الى ثغرات، فالتقنيه متطوره ودائما التطور في التقنيه يتبع ايضا تطور في الحمايه. لكن هل زي ما ذكر استاذ حماد هل بالفعل هناك اي تهديد فيما يخص خصوصيه البيانات والبيانات بالنسبه للطلاب؟ نحن لدينا التزام كامل في موضوع الخصوصيه، لا يمكن ان نجازف من اجل اي امر ببيانات طلابنا وطالباتنا، وهذا امر يعني محتوم، ولدينا ايضا تنسيق مع الجهات حقيقه الاخرى المعنيه في ذلك من اجل هذا الموضوع. انا بس بعود النقطة مهمه جدا صراحه ذكرها الاستاذ حماد، هل ترى انه تواصلكم مع الطلاب مع المجتمع بشكل عام هو سبب في 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 هذه الحالة التي تتكرر تجاه الاختبارات؟ هل أنتم مقصرين إعلاميا؟ هل أنتم مقصرين في جانب التواصل ليكون هناك هذه الموجات من الرفض للاختبار التحصيلي؟ لابد عندما يعني نقيم الحالة الإعلامية لأي ثورة عمل لابد أن ننظر إلى موضوع التغيير. إدارة التغيير هي جزء حقيقة من أي تغيير أو تحول. احنا نألف الامور فنكره احيانا التغيير حتى على المستوى الشخصي، يعني انتقال من بيت او فما بالك بتغيير حاله وتغيير ثقافه في المجتمع. كل عمليه تغيير تجد لها ايضا مقاومه التغيير، لكنها من خلال التهيئه الجيده. المرحله التجريبيه هي جزء من الاويرنس. احنا حرصنا الاول حقيقه بالتواصل مع الطالب وايضا استيعاب الطالب ان يتعامل مع هذا النوع من الاختبارات، وان نهيئ جميع الفرص التي تمكن الطالب او الطالبه من التقدم الاختبار. تجد انه كل ردود الافعال هذه هي دليل على انه التهيئه كانت جيده؟ لا استطيع ان اقول لك ان التهيئه جيده او غير جيده الان. انتم من خلال يعني اكيد عمليه التغيير اللي تتكلم عنها هي تمر بمراحل برضو. صحيح. تمر بمرحله التوعية، تمر بمرحلة التفاعل، تمر لدينا رصد يعني يومي من خلال الرصد. لدينا رصد تبين لكم يعني نجد مثلا الجزء اللي يتذمر من قضية أنه الاختبار هذا عليه جديد، وجدنا بعض المشكلات حقيقة. الجيل اليوم حقيقة من الطلاب هم متعودين على السمارت فون والإيزي يوزد يعني للبرامج من خلال تطبيقات الجوال في الأغلب. اليوم 80% من الناس يستخدم في كل أعماله الجوال. كون انك تلزم الشخص انه يتعامل مع الحاسب الالي وهو ما عنده يعني المهارات كبيره في التعامل مع الحاسب الالي هذا جزء من التحديات. وهذه جالسين حقيقه نعالجها، الارقام تتحدث. لما اليوم احنا تمكنا بعد ثالث يوم يعني عندنا 50,000، عندنا 44,000، عندنا الى قبل مجيء الاستوديو 39,129 تمكنوا من اداء الاختبار التجريبي، فهذه ارقام تبين انه الحمد لله في تقدم كبير وقبول للتجربه. ان بعض الناس وبعض ردود الافعال اللي رصدناها انهم ما كانوا يتخيلون اصلا التعامل سهل. يمكن انت بنفسك شفت هالشيء. اكيد. استاذ حماد هل يمكن ان يكون خلينا نقول لحاله عدم القدره على يعني عدم وجود مهارات تقنيه على سبيل المثال لدى البعض ان يكون محرك ودافع لهم لمهاجمه هذا الاختبار التحصيلي بشكل او باخر؟ لا الشباب الان هم جيل التقنيه يشتغل لك على اي جهاز مهما كانت امكانياته مهما كان وضعه، ولكن هي تقريبا نقول البرمجه او السيفرات او الضغط اللي على المنصه هذه هو اللي سبب تغجرهم. يعني في شكاوي تقول لك والله انا اجلس اعلق السيستم وفي الاخير اطلع ما حصلت شيء. في بعضهم يقول لك انه المنصه هذه ما هي حديثه. البعض يقول لك، وفي البعض يشتكي برضه يقول لك انا ما عندي القدره اني، هو معاه تلفون زي ما قال المهندس فعلا، لكن ما عنده القدره يروح يشتري له لابتوب ب 4,000 ولا 3,000 ريال او 5,000 ريال. هذه برضه لازم ساعه المهندس علي ياخذون برضه الجانب هذا.
انه في بعض الناس ترى ما عنده استطاعه انه يروح يشتري له حاسب ب 5000 ولا ب 6000، ممكن عنده حاسب قديم بس ما 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 يتوافق مع البرنامج اللي هو المنصه اللي حطتها هيئه التحصيل. ولكن في بعض الناس برضه لازم يكون في جانب انك تراعي ظروفهم، في البعض ما عنده فلوس. يعني انت تشوف انه لابد يكون في فئه تؤدي هذا الاختبار بشكل حضوري؟ حضوري صعب، لكن احنا لازم نسهل الامور، يروح حل تقني مثل وزاره التعليم حلت مساله الاختبار وانتهى، ما كان في مشاكل، كان البدايه فيه شوي بعدين حلت بشكل جيد يعني. لكن كيف؟ اعتقد انهم ما تطلبوا شروط تقنيه مثل اللي تطلبتها هيئه التحصيل باكثر يعني، بالنسبه لهي طالبين شروط كثيره يعني اللي هي شروط تقنيه ممكن انا ما اكون ملم فيها اكثر، ولكن من شكاوى الطلاب انه الجهاز يكون حديث، البرامج تكون حديثه، اللابتوب او ديسكتوب، فالبعض مثل ما قلت لك ما عنده استطاعه انه يروح يشتري. كيف تغلبتم مهندس على بس أنا عدم وجود عدم وجود اجهزه لدى بعض الطلاب؟ اليوم لما نتكلم عن التجهيزات التقنيه عموما عندنا، ونشكر صراحه المهندس حماد على موضوع انه احنا وضعنا شروط كبيره، صراحه الشروط الكبيره اللي وضعناها هي الحد الادنى في جهاز من 800 ريال الى 1200 على الاكثر. وش الشروط؟ مجرد ويندوز 10 يكون على الجهاز حديث او ماك النسخه الاخيره اذا كان 800 ل 1000 يمكن ما تتهيأ لكل احد. والله اذا كان اليوم ادوا الاختبار اللي وضعوا لنا الجاهزيه التقنيه هم 85% من الطلاب. بس ما تلقى جهاز ب 800. انا اقول لك اللي وضع من الطلاب المتقدمين إيه؟ حتى لو تبي تغير اخوي حماد المستفيد إيه؟ اليوم من الخدمه خلونا نراجع الطالب، صح ولا لا؟ المستفيد من الخدمه هو الطالب، صحيح؟ اذا كان الطالب قال انا عندي جهاز وعندي هذه المواصفات ووضعت اني امتلك ويندوز 10، وعندما وضعنا ايضا التطبيق كان هناك ايضا تحليل لمتطلب انه متوافق مع متطلبات الجهاز، فعندنا اليوم 85% من اللي ادوا الاختبار عندهم الجاهزيه التقنيه. فاحنا لابد ان نستوعب انه الحد الادنى اللي وضعناه يناسب الطالب. انت كيف حكمت مهندس انه عندهم الجاهزيه التقنيه؟ لانه مجرد ادى الاختبار؟ لا، ما هو بمجرد ادى الاختبار. كيف اذا؟ التطبيق يعطينا معلومه عن جاهزيه المشين الخاص بالطالب. كيف؟ يتأكد من انه متوافق من خلال نسخة الإصدار الأوبريتنج سيستم الخاص فيه، أو كذلك يتأكد يوضح لك انه هو نفس الأي بي ولا أي بي مختلف لكل طالب؟ اللي يهمني انه يوضح لي طالب واحد أعطاه 10 طلاب يعني. لا ما هو مو بدلالة يعني، ما يمكن الدوبليكيت في استخدام النظام عموما يعني. لا مو بدوبليكيت باستخدام النظام، أنا أتكلم عن الجهاز نفسه، أنا ما لي علاقة بالنظام. أي نعم. أنا أتكلم انه الجهاز ممكن ذاته ممكن يتداولها أكثر من طالب ويؤدون فيه الاختبار، هل ممكن؟ ممكن. هذا ممكن وارد. ممكن. اذا احنا ما عندنا شيء ثابت انه في جاهزيه. هذا المعنى انه الطالب جاهز. لا مو بجاهز، انا الان اسالك سؤال. إيه؟ انت تقول لي انه اكبر دليل انه الناس ادت الاختبار اليوم. صحيح. قلت لك وش الدلاله؟ انا اريحك في السؤال يعني موضوع التداول. خليك معي. إيه؟ اعطيك انت قلت لي الدلاله انه الناس اختبرت. قلت لك طيب انت كيف عرفت انه الاجهزه هذه كلهم يمتلكون اجهزه؟ هل في اي بي محدد لكل طالب؟ في معلومه تجي من جهاز الطالب. هذا سؤالي. اي نعم، لكن انا موضوع التعدد طبعا. في اخوان في بيت واحد، في اخ واخت في بيت واحد يأدون الاختبار، وياتي فعلا انه هذا اللي استخدموا نفس الجهاز. وش اللي يمنع انه الطلاب يأدون الاختبار التحصيلي حضوريا؟ ما هي قصه حضوري او عدم حضوري. لا انا هذا اللي يمنع احنا اليوم انت عارف اللي يمنع وانا اعرف اللي يمنع انه الاحترازات والحفاظ على سلامه الطلاب بالدرجه الاولى. مبدا التباعد الاجتماعي، احنا موجودين نقدر نحط الاجراءات السلامه زي ما هي مطبقه. ولذلك لذلك انا شكرت الاخ حماد على قضيه انه الطلاب اللي لا يملكون جاهزيه احنا استعدينا بتوفير الاختبار باشتراطات وبروتوكول وزاره الصحه، وكان تنسيق مع وزاره الصحه من اختبار حضوري في المراكز المحوسبه. اي في المراكز. نعم. المحوسبه. نعم. على نفس التطبيق. طيب كويس، بس ما حد يعرف عندنا معلنة يعني، اذا كنا احنا اعلنا في مؤتمر وزاره الصحه في رمضان فمن الذي لا يعلم يعني؟ الطلاب ما ترى الطالب ما هو الطالب خاطبوه او الشاب خاطبوه على قد مهاراته، تويتر، تواصل اجتماعي، يعني مواقع اخباريه ممكن، لكن في مؤتمرات ما يحضر مؤتمرات. بالعكس، لا انا اتوقع انك لو رجعت للتويتر والهاشتاجات حتلقى الردود موجوده يعني. طيب استاذ حماد، في جزء مهم جدا ايضا فيما يتعلق دائما بالاختبارات التحصيليه، دائما فيما يتعلق
بالاختبارات اللي خلينا نقول تقيس الجانب المعرفي لسنوات عدة زي ما ذكرنا، تدور هذه العجلة ونرجع نتكلم عن نفس الجانب. هل يمكن أنه السبب الأساسي في خلف كل هذه العملية هو رغبة البعض في الحضور؟ يمكن الحضور أصعب، يمكن أسهل، يمكن الحضور يكون فيه مرونة أكثر، هل هو هذا السبب؟ نعم، لأن تعودنا في اختباراتنا، يمكن أول سنة هذه الناس تختبر أونلاين، تعودنا في اختباراتنا أنه أنا أكون حاضر موجود، لما يصير عندي مشكلة في شيء يصير المشرف موجود. إذن هي ثقافة اجتماعية. هي ثقافة اجتماعية، نعم أنا معك، هي ثقافة اجتماعية، ولكن يمكن الأزمة هذه بدأت توعي الناس أنه ترى فيه اختبارات أونلاين ومشوا فيها ونجحوا فيها. طيب أنا عندي سؤال فيما يتعلق بالأجهزة، سمحت لي، ما تشوف أنه أكيد أنه الجهات الحكومية قاعدة تقدم العديد من المبادرات تجاه توفير الأجهزة، لكن ما ترى أنه إحنا أيضا نضع كثير من الضغط على الأجهزة الحكومية؟ وين التجار؟ أنا معك، المسؤول وين المسؤولية الاجتماعية؟ أنا المسؤول الاجتماعي هذه، يعني إذا كنا نتكلم عن اختبار تحصيلي يحضرها اليوم أكثر من 250,000 شخص. صحيح، من طلابنا. ممكن يزيد بعد. أليس من الأجدى أننا نطالب اليوم رجال الأعمال، نطالب الجهات اللي لها جانب في المسؤولية الاجتماعية أنها تضع يدها في هذا الجانب؟ وهذا دور هيئة التحصيل برضه، المفروض أنهم يبادرون بعد أنه تدعو المسؤولية الاجتماعية، المكتبات، الشركات التقنية، شركات الاتصالات، مقابل أنه مسؤولية اجتماعية وإعلان ومن هذا القبيل. يعني لو طالبت الهيئة ممكن تحصل ترى لكم هالنوع من هالمبادرات. مع في ما يخص هذا الاختبار تحديدا، في مبادرة كانت من الهيئة، وأنا أيضا صراحة أضم صوتي لصوتك من خلال هذا المنبر أن يكون هناك دعوة حقيقة لمشاركة القطاع الخاص، والهيئة ترحب أيضا بأي شريك يعني في هذا الجانب. جي، في حديث تم تداوله مهندس علي عن تسريب للأسئلة، أنا شفت يمكن قبل اللقاء كثير من النماذج موجودة في 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 إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يضع نموذج أسئلة، وهذا هل هذا صحيح؟ واحد، اثنين، إذا كان صحيح كيف 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 تمكن هذا الشخص من تسريب هذه الأسئلة؟ طبعا في أدبيات هذا النوع من الاختبارات على مستوى الممارسات العالمية عندما درسناها وجدنا أنه قد يكون هناك مخالفة من خلال التصوير، وهذا يرصد عموما الطالب، أي طالب. إحنا لما وضعنا المرحلة التجريبية رأينا كثيرا التغيير اللي ذكره حقيقة الثقافة المجتمعية اللي تحدثت عنها، أنه ما نبغى نحرم الطالب من فرصة الاختبار بمجرد مخالفة هو قد يجهل العقوبة عليها، لأنه عالميا أي مخالفة الاختبار في المنازل أو عن بعد يحرم من تأدية الاختبار مدى الحياة. مدى الحياة يعني اليوم في اختبارات في الطب في اليوسيميلي، في طلاب عشان يأخذ رخصة الطب في أمريكا لو صور الاختبار أثناء الاختبار من هذا النوع لن يحصل على الرخصة نهائيا. فهذه الثقافة الجديدة، لذلك احنا وضعنا تم التعامل مع الحادثة عموما من جهة قانونية ورفعت لجهات المختصة. لا دقيقة، أنت تأكد الآن أنه حدث؟ أنه حدث في تقريبا عدد من الطلاب صوروا، عدد قليل جدا، يعني هذه الميزة حقيقة لما رجعنا هم لم يتعدوا أياد يعني الأياد أصابع الأياد الواحدة، فهذا كان شيء صراحة مثلج للصدر، أنه إحنا نجدد في هذه التجربة ثقتنا في بناتنا وفي طلابنا وطالباتنا أنهم مسؤولين عن رقابة مستقبلهم. كم عدد الأشخاص اللي سربوا هذا الاختبار؟ أنا قلت لك لأن يتعدوا هذا أصابع اليد الواحدة، خمسة يعني تقريبا. بس هل ثبت مهندس أنه تصوير أو انتهاك خصوصية؟ بما أن نرجع للمربع الأول. لا ما نرجع للمربع الأول، ثبت تصوير، لأنه للعلم هو ضبطت الحادثة بتصوير الجوال يعني. الجوال مسموح فيه؟ هو غير مسموح فيه، هو سمح لنفسه. أي. زي ما قلنا هو المراقب القاع مسموح. هو مراقب القاع اليوم. وانتم كيف طيب انتم كشفتوا انه هو صور بالجوال؟ هو لانه احنا رقابه، في رقابه صناعيه تسجل كل ما يحصل، كل وقت الاختبار هو مسجل.
ايا كانت هذه العمليه، ايا كانت هذه. وش الاجراءات اللي تنتظرهم؟ واحده منها هو حرمانهم من الاختبار؟ لا، حاليا احنا فيه لجنه حقيقه تعمل على، وهي دائما اللجنه هذه دائمه في كل اختبارات قياس. كل اختبارات فيها مخالفه، وفي العالم كل اختبارات لابد فيه نظام للتعامل مع المخالفات، سواء هذا النظام الداخلي اللي تطبقه المؤسسات في هذا النوع من المخالفات، او النظام الذي يرتبط بنظام الجرائم المعلوماتيه. أستاذ حماد، أنا بسألك عن لماذا احنا دائما فيما يتعلق بالجوانب التقنية تحديدا نرى هذا الأمر، أو ننظر إلى هذا الأمر بشكل مختلف؟ ننظر إلى هذا الأمر أنه هي عملية باختصار عملية تحجير، ما نشوف أنها عملية اختبار، نشوف أنها لا، هذولا ما يبغون ينجح. في نظرية مؤامرة حول الموضوع، خلنا نقول. نعم، هي نظرية المؤامرة موجودة، ولكن يمكن بعض التقنيات اللي تعيق بعض الشباب أو بعض البنات هي تسببت فيها، يعني مثل ضغط العمل على البرنامج، هم واجهوا ضغط وبعضهم تأخر وبعضهم ممكن خسر امتحانه، فممكن من الأشياء هذه، وبعضهم ينقل الكلام لبعض، وبعضهم محق وبعضهم يمكن ما يكون، ممكن ما يكون محق. ولكن ردود الفعل انا تابعتها على الهاشتاج حقهم ومتابعتي لتغريدات ومتابعتي، وجدت ان مشكلتهم واحده اللي هي مشكله الضغط على الشبكه او على البرنامج هذا. اي، فممكن هي تكون احد الاسباب. هل انت مع الدعوات التي تدعو الى الغاء هذا الاختبار خلال هذه الفتره نظرا لظروف الفيروس والله انا مع الدعوات، ولكن انها يعني ليش؟ على الاقل أنا أرى أن الهيئة ما هي جاهزة بالشكل اللي هو يتماشى مع طموحات الطلبة، لأن هم واجه مشاكل في البرنامج، واجه مشاكل في الأجهزة، واجه مشاكل، فهذا ممكن هو الجزء الأكبر. وبعضهم يبي الحضور للامتحان كحضور في القاعة، وممكن البعض ما يعرف المعلومة اللي قال عليها المهندس أنه إذا يبغى يحضر لها نظام محدد تكلم عن المهندس. لا، انا اتوقع لو اعيد المعلومه هذه لبعض الشباب والبنات، اتوقع ان الاغلبيه يطلب الحضور. نتمنى انه عبر منبر يا هلا يعني توصل هالرساله من المهندس علي. وانت سالي، هل هناك اي نيه لالغاء هذا الاختبار؟ هناك مطالبات كبيره جدا، خصوصا خلال فتره منع التجول اللي مرينا فيها مده 70 الى 80 يوم، خلينا نقول حالة الركود اللي مرت في العالم كله وليس فقط في السعودية. هناك دعوات لإلغاء هذا الاختبار، ترون أنه من الممكن إلغاء؟ أولا إلغاء أو إقرار أو شيء لا يخضع لآراء انطباعية، يخضع لآراء يعني علمية وأخرى، وأيضا لتقارير تنفيذية على أرض الواقع. الهيئة تقدم خدمتها ملتزمة بأداء هذه الخدمة للطالب الذي يرغب فيها عن بعد وطلب أن تكون عن بعد، وفرت له الخدمة. الطالب الذي لا يمتلك التجهيزات التقنية اللازمة وفرت له هذا الاختبار. عندنا 47 ألف طالب وطالبة سيؤدون على نفس المنصة، ولكن وفق اشتراطات وزارة الصحة في المراكز المحوسبة، وبدأ العمل على ذلك من بعد يعني العيد. فدعوا الطلاب يخوضون هذه التجربة وثقوا في أبنائنا وبناتنا. إن شاء الله احنا واثقين فيهم وسهلوا عليهم بعد إن شاء الله الأمور سهلة. مهندس علي الغبيشي، مدير عام التحول الرقمي بهيئة التقويم التعليمي، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضورك أستاذ حماد السهلي، شكرا جزيلا لحضورك أيضا. شكرا لك. معنا أعود لكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد. لا يوجد شيء أكثر مدعاة للفخر من وجود أسماء وطنية تحلق في سماء العالمية وتقدم للعالم شهادة فخر لما تخرجه هذه الأرض، إذ برزت أسماء ثلاثة أطباء سعوديين من بين العلماء الذين يكثر استشهاد بنتائج أبحاثهم حول فيروس كورونا. وجاء ذلك في مقالة نشرها موقع ستادي انترناشونال المهتم بتصنيف الجامعات والدراسة بها. ويسرنا أن نستضيف أحد هؤلاء الأطباء ونتعرف على أسباب الاختيار والتصنيف. ينضم معي عبر السكايب الدكتور عبد الله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية. حياك الله معنا دكتور عبد الله.
وشكرا لتلبية الدعوة وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، شاكر لكم الشكر الجزيل على دعوتي لهذا البرنامج. أقل الواجب يا دكتور. دكتور، من هو عبد الله عسيري؟ نبذة عن عبد الله عسيري، يعني خلينا نهين فخر قليلا شوي بهذه السيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ابن من أبناء هذا البلد المعطاء، اسمي عبد الله بن فرع عسيري، من مدينة أبها بجنوب المملكة العربية السعودية، خريج كلية الطب بجامعة الملك سعود، وحصلت على زمالة السعودية في الطب الباطني من مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأيضا لدي زمالة في الأمراض المعدية من جامعة دالهاوسي في كندا. أعمل في وزارة الصحة، وحاليا أنا الوكيل المساعد للصحة الوقائية، وتخصصي هو الأمراض المعدية للكبار. نعم دكتور، مقالة نشرها موقع ستادي انترناشونال تحدث فيه عن تصنيف الجامعات والدراسة بها، وأنه هناك 3 أطباء سعوديين من العلماء الذين يتم الاستشهاد بنتائج أبحاثهم. لماذا لجأ موقع ستادي انترناشونال لذكر اسمك واسم طبيبين سعوديين معك؟ ما السبب؟ الحقيقة طبعا الأبحاث في مجالات الأمراض المعدية والصحة العامة لها نصيب كبير جدا من الأبحاث في السنوات الأخيرة، بسبب عودة ظهور بعض الأمراض التي كانت في طور الاختفاء، وأيضا ظهور أمراض ناشئة جديدة لم يكن يعهدها الإنسان. ولا شك أنه مثل ما نمر به حاليا من وباء كورونا كوفيد، هو أكبر مثال على أن الأمراض المعدية هي من أكبر المهددات لصحة البشر. فيعني هناك رغبة شديدة، وهناك تعطش إلى الأبحاث المتعلقة بالأمراض الناشئة والأمراض المعاودة، ومنها الأمراض الفيروسية المؤثرة على الصحة العامة. إحنا في المملكة العربية السعودية بفضل الله لدينا قاعدة ممتازة من ناحية الكفاءات الأكاديمية والكفاءات الصحية، وأيضا بنية تحتية جيدة جدا من ناحية المختبرات والمنشآت الصحية، تمثل كلها مع بعضها بيئة خصبة للبحث العلمي، بشرط أن يكون هناك يعني باحثين راغبين، وأيضا لديهم الوقت والجهد الذي يمكن أن يخصصوه للبحث العلمي. فلدينا تجربة طويلة في موضوع فيروسات كورونا عموما، خاصة مع فيروس كورونا المسبب للمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، اللي هو مرتبط بنقل الفيروس من الإبل للإنسان، وظهر في المملكة العربية السعودية وفي عدة دول في منطقة الشرق الأوسط عام 2012. وتقريبا كان جزء كبير جدا من الأبحاث، اللي لم يكن الغالبية العظمى من الأبحاث حول هذا الفيروس، أنتجها باحثون سعوديون، سواء بمجهوداتهم الذاتية أو بالمشاركة مع باحثين من منظمة الصحة العالمية أو من مركز مراقبة الأمراض الأمريكي أو الأوروبي أو من جامعات في مختلف دول العالم. هذه البنت يعني قاعدة بيانات جيدة جدا من ناحية التعرف على فيروسات كورونا، منشأها الحيواني، طرق انتقالها، تسلسلها الجيني، أيضا دورة حياة مثل هذه الفيروسات، وإمكانية التعرف على أدوية أو لقاحات محتملة لمثل هذه الفيروسات. إذا كان هذا التصنيف من ستادي انترناشونال دكتور ليس عن كوفيد 19 فقط، إنما كان عن كورونا أو سارس الشرق الأوسط. صحيح، عن فيروسات كورونا عموما. نعم. مع معظم الأبحاث التي تم الإشارة إليها واقتباسها كانت على متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. دكتور، البحث عندما نتحدث عن بحث طبي محكم، ما هي مدة البحث التي نتحدث عنها؟ ما هي الأدوات والموارد التي تحتاجها أنت اليوم كباحث في هذا المجال؟ الحقيقة طبعا من الصعب جدا المواءمة بين العمل اليومي الذي يفرضه يعني مهام الإنسان في عمله في تقديم الخدمة الصحية، وبين البحث العلمي.
لكن لابد أن يكون هناك كل طبيب يعمل في الصحة العامة وفي الأمراض المعدية يجب أن يخصص جزء من وقته ولو جزء بسيط لموضوع البحث العلمي، لأنه هو في النهاية ما يعمل الفرق على المدى الطويل في التحكم في الأمراض. طبعا الباحثين الأكاديميين لديهم وقت أكثر من الباحثين في يعني المتواجدين في منشآت صحية مثل المستشفيات وغيرها، لكن مختلف الأبحاث مختلفة، فالباحثين الأكاديميين بالعادة يركزون على الأبحاث الأساسية التي تهتم بتركيبة الفيروس وبطرق يعني الطفرات الجينية فيه وبتحديد البيولوجي له، بينما الأطباء الذين يعملون في منشآت صحية أو في عيادات أو يرعون مرضى بشكل مباشر يكون تركيزهم أكثر على الطرق الكلينيكية لعلاج المرض، الأعراض، العوامل الخطورة وما إلى ذلك. وما بين الفريقين هناك الباحثون الذين يعملون في الصحة العامة الذين يكون تركيزهم أكثر على طرق انتقال المرض في المجتمع أكثر ما هو في المنشآت الصحية، وأيضا عوامل الخطورة التي تؤدي إلى نقل العدوى في المجتمعات. كل هذه يعني نواحي مختلفة من البحث تحتاج إلى مهارات خاصة لكل منها. كل المقومات موجودة ولله الحمد في المملكة العربية السعودية، تحتاج فقط إلى توحيد الجهود وإلى إيجاد آليات واضحة لتقنين البحث العلمي وأيضا لموضوع أخلاقيات البحث العلمي وموضوع النشر العلمي. فمجرد ربط هذه النقاط مع بعضها أعتقد أنه سيؤدي إلى زخم أكبر بكثير من الإنتاج العلمي، ورغم أن الحمد لله الحمد يعني إحنا متقدمين من نوعا ما بالنسبة لدول المنطقة، لكن نحتاج إلى أن نكون إن شاء الله أيضا متقدمين على مستوى العالم من ناحية جودة البحث العلمي وأيضا غزارة البحث العلمي. دكتور، عندما يتحدث موقع ستدي انترناشونال أن هناك أبحاث لعلماء سعوديين يكثر استشهاد بنتائج أبحاثهم، هل يعني ذلك أن نتائج أبحاث الدكتور عبد الله العسيري تم تطبيقها اليوم وبالتالي تم قياس مدى نجاح هذه النتائج أو تطبيقها على أرض الواقع؟ طبعا الأبحاث بالغالب البحث الواحد يعني لا يستطيع أن يعمل بمفرده لعمل فرق كبير في أي مرض، لكن تبنى نتائج الأبحاث على بعضها. بعض الأبحاث قد يكون لها أثر كبير جدا في اتجاه معين، وبعض الأبحاث يعني يجب أنها يعني تضاف إلى أبحاث أخرى بمجالات مختلفة لتخرج بشيء يمكن أن يغير في مسار المرض. لعل اللي غير أو زاد من الاهتمام بالأبحاث التي نشرت حول متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أنها كانت يعني أوائل الأبحاث التي نشرت حول فيروسات كورونا عموما. فيروس كورونا يعني في السابق كان ليس من الفيروسات المهمة، كان فقط يعني يعزى له أنواع بسيطة من الزكام، لكن بعد ظهور سارس في 2003 و2002 وظهور متلازمة الشرق الأوسط التنفسية في عام 2012 تغير الوضع تماما وأصبح من أهم فصائل الفيروسات التي تستدعي الدراسة. فنشر الأبحاث في 2012 و2013 وكانت معظمها من المملكة العربية السعودية بنت قاعدة جيدة جدا للباحثين السعوديين ووضعتهم في مكان متقدم من الأبحاث الفيروسية حول العالم. قياس الأثر طبعا يعتمد على يعني مؤشرات كثيرة، لعل من أهمها هو نشره في مجلة علمية ذات وقع عالي. في ليست كل المجلات بنفس المستوى، لا كل المجلات التي لها وقع عالي تكون بالعادة لا تنشر إلا أبحاث موثقة تماما، أبحاث لها تأثير قوي ومهم على وبائية المرض وعلى طريقة التعامل في المرض. المؤشر الآخر هو عدد الاقتباسات التي ظهرت في الدوريات العلمية لهذه الأبحاث. كلما زاد عدد الاقتباسات كلما كان يعني أثر هذا البحث أكثر على الاتجاهات العلمية وعلى فهم المجتمع الطبي للمرض. خليني أسألك عن الأطباء السعوديين أو السعوديان الآخرين الذين أيضا ذكرتهم أو ذكرهم الموقع، هل لك أي اطلاع دكتور على أبحاث زملائك الآخرين؟ ماذا قدموا؟ هل يتقاطعون معك في مواضيع الأبحاث؟ نعم، كلنا نعمل الحقيقة في مجال واحد. كل الثلاثة باحثين كلهم استشارية أمراض معدية،
ومعظم الأبحاث التي أشار إليها التقييم كانت أبحاث تتعلق بوبائية مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وبالأساليب العلاجية التي يمكن أن تكون ناجعة لفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. كلنا الزملاء نعمل تقريبا في نفس المجال ولدينا عمل مشترك، وكل واحد من له لله الحمد إسهامات في هذا المجال، ولكن كثير من الأبحاث كانت مشتركة بين الثلاثة. نعم دكتور، كيف توفق يعني كيف توفق بين عملك كطبيب وبين وقتك في إجراء الأبحاث؟ يعني الحقيقة هذا طبعا توازن دقيق وصعب، وقد يكون احنا مقصرين في إعطاء البحث العلمي الوقت الكافي، لكن في كثير من الأحيان العمل الكلينيكي أو العمل في خدمة الصحة العامة يطغى على البحث العلمي، فبالتالي يعني يتأرجح الاهتمام بالبحث العلمي على حسب الوضع والضغط في العمل. لكن في النهاية يعني نستطيع أنه في يعني في نهاية الأسبوع أو في نهاية الشهر أن نخصص جزء من الوقت لمراجعة الأشياء التي قد يكون لها أثر علمي على فهمنا للمرض وجمع المعلومات عنها. بحكم تخصصنا نستطيع أن نعرف ما هي الاتجاهات التي يمكن أن يكون لها أثر، فبالتالي نحشد الجهود ونبدأ بالتواصل مع المهتمين بالبحث العلمي سواء من الممارسين الكلينيكيين أو من المهتمين بالتشخيص المخبري وأيضا من المهتمين بمكافحة العدوى. وعندما تتبلور فكرة معينة نشكل فريق بحثي، ويعني يكون واحد من الأشخاص اللي يكون تخصصه أقرب لموضوع البحث يكون هو قائد الفريق ونبدأ في العمل. العمل طبعا ليس بالسهل ويأخذ وقت طويل جدا، خاصة إذا كان له شق كلينيكي أي فيه نوع من الممارسة الكلينيكية، فهذا يأخذ وقت أطول ونتائجه تأخذ وقت أطول، وأيضا إمكانية وصوله إلى النشر العلمي تحتاج إلى جهد أكبر. دكتور، فيما يتعلق بحديث العالم الآن، كورونا المستجد كوفيد 19 واللي شغل العالم وشغل الأطباء وشغل الناس، آخر ما توصلت إليه النتائج، آخر ما توصلت إليه الأبحاث فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد؟ طبعا فيروس كورونا صحيح أنه من نفس فصيلة فيروسات كورونا الأخرى، إلا أنه يختلف عنها بشكل جذري من ناحية قدرته على العدوى والانتقال بين الناس. فيروس كورونا مثلا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية نسبة العدوى فيه منخفضة مقارنة بفيروس كورونا كوفيد، وعلى العكس نسب الأمراض أو المرض الشديد من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أعلى بكثير من كورونا كوفيد، لكن بسبب العدد الكبير من الإصابات التي يتسبب فيها كورونا كوفيد فأثره على الصحة العامة أكبر بكثير من أي فيروس كورونا آخر، حتى من أكبر من فيروس كورونا سارس الذي ظهر في بداية 2000. الآن من البحث العلمي استطاعوا الملاحظات الوبائية وما عملته مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية، وصلنا إلى فهم جيد جدا من ناحية تركيبة الفيروس ومن ناحية خصائصه البيولوجية ومن ناحية طرق تشخيصه ومن ناحية الأنماط الإكلينيكية له ومن ناحية أيضا طرق انتقال العدوى بين الناس، لكن لا تزال هناك أشياء كثيرة مجهولة عن هذا الفيروس. مثلا مصدر الحيواني، هناك إجماع على أن له مصدر حيواني لكنه إلى الآن غير معروف. أيضا ما هي الأدوية التي يمكن أن تكون فعالة ضد هذا الفيروس؟ هناك عدد كبير من الأدوية التي أظهرت فعالية في المختبرات وفي النماذج الحيوانية، لكن إلى الآن التجارب على البشر لم تصل إلى دواء ممكن يقال أن هذا هو الدواء الناجح لفيروس كورونا كوفيد. أيضا الأبحاث حول اللقاحات لا تزال في مراحل مبكرة رغم أنها أسرع بكثير من أي أبحاث لقاحات تمت في الماضي على أي فيروس، لكنها إلى الآن لا تزال هناك تقريبا 120 لقاح تحت التجربة، تقريبا أقل من 80 لقاح اللي لها يعني مستقبل مبشر،
وقد يكون تقريبا أقل من 4 لقاحات أو 5 دخلت مراحل متقدمة من التجربة. فالأمور تمشي بتسارع، لكن للأسف أنه انتشار الفيروس أسرع من كل هذه الجهود، ولا يزال يسبب إشكالية كبيرة جدا، ينتقل من مكان إلى آخر. الآن أمريكا الجنوبية هي أكبر بؤرة للفيروس، بعد أن كان بدأ في الصين ثم انتشر في أوروبا بشكل كبير جدا ثم انتقل في أمريكا، الآن البؤرة الكبرى له في أمريكا الجنوبية. فرغم أنه الأبحاث يعني تجري بوتيرة سريعة جدا، ولم يحصل في التاريخ أن يعني تراكمت مثل هذه الأبحاث بشكل هائل وبشكل سريع، إلا أن الفيروس لا يزال أسرع من كل هذه الأبحاث. ولعل إن شاء الله يعني خلال اللقاح هو الذي سيعمل الفارق إن شاء الله. دكتور، مع خلينا نقول المنحنيات المتصاعدة والهابطة اللي نشوفها كل يوم تقريبا في عدد من الدول وفي كل العالم بشكل عام، هل يمكن اليوم الحديث أن خطورة فيروس كورونا المستجد بدأت تنحسر؟ هل يمكن القول بذلك؟ الحقيقة لا يزال الوضع يعني في أوجه، لا يزال أعداد الإصابات في تصاعد في كثير من الأماكن حول العالم. أيضا هناك دول يعني للتو بدأ فيها تصاعد الفيروس، مثل ما ذكرنا دول أمريكا الجنوبية. هناك طبعا غموض كبير جدا فيما يحدث في أفريقيا، ويعني ليس هناك تفسير واضح لماذا لا ترصد حالات كثيرة في أفريقيا، رغم أنه الفيروس يعني موجود في كثير من هذه الدول، لكن يعني لا تزال هذه الدول معرضة بشكل كبير جدا أن تكون هي مركز الوباء في المستقبل. يعني هذه هي الإشكالية، أن الوباء يعني كثير من الدول تعاملت معه بشكل مختلف. نعم. وتهاونت كثير في البداية في موضوع الإجراءات الوقائية. نعم. حتى يعني استطاع الفيروس أنه ينتشر بشكل كبير جدا، مما أرهق الأنظمة الصحية ولم تستطع التعامل معه. نعم، باختصار جدا دكتور، سؤالي هل هناك رقم معين من الإصابات ممكن أن يعيدنا إلى نقطة الصفر؟ الآن المؤشر، طبعا كل مؤشرات طيبة ولله الحمد في المملكة العربية السعودية، الحمد لله. الإجراءات اللي اتخذت بشكل مبكر وبشكل صارم على مستوى الدولة والتزم فيها الشعب من مواطنين ومقيمين بشكل ممتاز، أدت لله الحمد إلى تقليل قمة المنحنى، يعني سطحنا المنحنى بشكل كبير جدا، بالتالي أعداد الإصابات أقل مما كان متوقع، أعداد الحالات التي استدعت التنويم في المستشفيات أقل بكثير مما كان متوقع، أعداد من تنوموا في العناية المركزة أو من توفاهم الله أيضا أقل بكثير مما كان متوقع. الآن نحن في مرحلة مستقرة، لكن كل التعويل وكل العيون منصبة على التزام الأشخاص والأفراد، أنا وأنت. نعم. والمواطنين والمقيمين. نعم. بالإجراءات الوقائية. الآن المسؤولية هي مسؤولية شخصية، مسؤولية الإنسان لنفسه ولمن يحب في بيته وفي مجتمعه، لأنه قد ينقل الفيروس لهم وهو لا يعلم، قد لا يتأثر هو بالفيروس لكنه قد يؤدي إلى مرض شديد في أشخاص يعني. نعم. يهتم بوضعهم كثيرا. فنحن إن شاء الله نحن في مرحلة مستقرة، لكن المرحلة القادمة سوف يحكم أو ما سيحدد الاتجاه فيها هو مدى التزامنا بالإجراءات الوقائية في الأسابيع القادمة. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، واحد من 3 أطباء سعوديين من بين العلماء الذين يكثر الاستشهاد بنتائج أبحاثهم حول فيروس كورونا بين قوسين. الدكتور عبد الله ذكر الحالة مستقرة، لكن ذلك يعتمد على التزامي والتزامك والتزام الآخرين. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. عادت المآذن تصلح بالله أكبر من جديد، وعادت النفوس المشتاقة إلى بيوت الله. أتابعوا هذا التقرير. حيا مع بزوغ فجر هذا اليوم توقف المؤذنون عن النداء الأبرز في الأيام الماضية: صلوا في بيوتكم.
وعادوا إلى الأذان المعتاد للصلاة داخل المساجد وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. الحمد لله أولا وآخرا، نقول عودا حميدا ونقول نعود بحذر بفضل الله سبحانه وتعالى. الاحتياطات كانت منذ وقت مبكر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المشاعر لا توصف، الفرحة عظيمة، الجميع يشعر بهذا الشعور، والجميع أيضا يدرك خطر هذا الوباء خلال هذه الفترة. الدولة وفقها الله، ساهمت وبذلت الكثير والكثير جدا، ولم يبقى إلا دور الأفراد، لم يطلب منهم سوى القليل، الاحتراز وعدم المصافحة والحرص على التباعد الاجتماعي. في هذا الجامع وقبل صلاة الفجر وأثنائها كان هناك التزام تام من قبل المصلين بالإجراءات الاحترازية كالتباعد وقراءة المصحف بالأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدامهم السجادات الخاصة بهم. مشاعرنا لا توصف بفتحة المساجد وعودة المصلين، فرحة عظيمة أن يعود المسلم لبيت الله، ولكن لابد مع هذا الجائحة لم تنتهي الجائحة، فلابد أن يكون الإنسان مسلم حذر. الحمد لله رب العالمين الذي أعادنا إلى بيوت الله الذي يذكر فيها اسم الله، وهذه نعمة لا توصف بأي ثمن، فنحن متشوقين إليها، والعودة إليها شيء نحس به في أرواحنا وفي أنفسنا. نحمد الله ونشكره على ما أعطتنا هذه الدولة وما بذلت من جهد وما أعطتنا من تعليمات نحفظ بها أنفسنا ونحفظ بها أخواننا المسلمين. بعد 75 يوما عاد المصلون للصلاة في المساجد بمشاعر مليئة بالشوق والسرور. لبرنامج هلا، محمد المهي. منذ بداية جائحة كورونا كانوا ولا يزالون فخرا لهذا الوطن، رجال الأمن والصحة وجنودنا البواسل على الحد الجنوبي وجميع القطاعات التي لم تكن الجائحة إلا اختبارا أكبر أخرج أجمل ما فيها، ولأنهم أكثر الناس تعرضا في هذه الأزمة للضغوطات والإرهاق، وجه بروفيسور الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب مجموعة من النصائح لنا ولهم بكيفية تجاوز هذه الأزمة، ابتداء بعبارات لا تفيهم حقهم من الامتنان والشكر لكل ما قدموا. إلى اللقاء. صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها. المؤمنين يقول الله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لدينا رجال على الحد الجنوبي، ولدينا رجال ونساء على الحد الصحي. كم يفتخر الإنسان بهؤلاء الفتية والفتيات والرجال والنساء، من وضعوا أرواحهم على أكفهم وهم يقفون في الحد الجنوبي أو في الحد الصحي. كم يشعر الإنسان أنه قزم أحيانا أمام أناس كان يجهل أدوارهم وبانت تلك الأدوار في الأزمات. حينما تراجع مختصون في الحقل الصحي في دول عديدة عن أداء مهامهم، وإذا بمتطوعون فضلا عن المختصين في بلادنا يتقدمون للتطوع، ما أجملك من بلد. إذا أراد المختص العامل في القطاع الصحي بدعم مريضه، فالخطوة الأولى أن يتعلم كيف يدعم نفسه. من يشعر بالتوتر لن يقدم الدعم النفسي المناسب، من يشعر بالخوف أو الضيق لن تكون داعما جيدا لمريضك. ما الذي أفعله إن كنت أشعر بالقلق والتوتر؟ أن تبدأ بنفسك بإدارة القلق والتوتر. هب أنه ليس عندي الوقت الآن، سمعت رسالتك أيها الطبيب، ليس عندي الوقت الآن أن أدعم نفسي وأريد أن أخدم ذلك المريض، أن تنشغل بدورك ورسالاتك العليا، وأن تنشغل بقيم مختلفة عندك تكون أعلى رضا من توترك الداخلي، فبذلك ترسل شيئا
من رسالة الطمأنينة التي غطيت قلقك من خلال تلك القيم العالية. كيف يدعم الإنسان المريض أمامه؟ أن تكون مهنيا كل المهنية وأنت تعمل، ألا يظهر عليك الخوف، ألا يظهر عليك التردد. المريض هذا ليس بحاجة إلى التطبيب على كتفه أو الطبطبة على كتفه، فأكثر من مر عليه ومن اتصل به يطبطب. يريد المهني، كلما ازدادت مهنيتك كلما شعر بأمان أكثر، فاستطاع أن يطمئن بدرجة أكبر. كيف يتعامل المختص في القطاع الصحي مع نفسه؟ كورسات إدارة الضغوط، إدارة الانفعالات وغيرها متوفرة في الإنترنت في لحظات فراغك، استمع إليها. أو ربما إذا كنت عائدا إلى بيتك إن لم يكن يؤثر على قيادتك، أو ذاهبا إلى عملك، حاول أن تسمعها حتى توفر الوقت الباقي لمنزلك. هذه اسمعها وخذها كخطوات عملية، لا تأخذها لتجربها إن تنفع أم لا تنفع، هي مقررة ومثبتة، لكن ربما الإشكالية في طريقة تطبيقها. الأمر الآخر، تأكد من سماتك الشخصية، ربما كان عندك السمات القلقة، ولذلك عليك أن تستمع في إدارة السمات القلقة. ولذلك لا أستطيع أن أفسر لأني سأعرض لأمور عديدة، وإنما فلاشات يسيرة تجعلك تنتقل من محطة إلى محطة حتى تعرف أبجدياتها، وكلها متوفرة في الإنترنت. قد يكون الإشكالية عندك في شخصية المزاجية المتقلبة، فإذا انطلق مزاجك إلى الأعلى وإذا أنت مقبل على العمل، وإذا كان متدنياً فإذا بك العكس، ولربما أضررت بمريضك. قد تكون ناقص الثقة فيظهر عليك التردد في الإجراءات العلاجية، فينتقل ذلك إلى المريض الذي أمامك. في حرصك على أسرتك حينما تعود، يجب أن تكون دقيقا جدا جدا في عملية النظافة والتعقيم، درجة تشبه الوسواسية القلق، لكنك لست وسواسيا ولا قلقا، إنما منهجية. هذا يعطيك طمأنينة أكثر حينما تأتي إلى أولادك، إلى زوجتك وغيرهم. الأمر الآخر، أنا لست مختصا في العدوى أو غيرها، فأنت تدرك أكثر مني، لكن ربما إعادة العلاقات الأسرية مثلا، في حينما اعتدنا أن نحضن أطفال ممكن غير هذه الفترة تحية العسكرية كأنها لون، أنا أسوي لأمهم كذا تسوي للأولاد، والله لعبة جديدة تماما، فنغير العلاقة من علاقة الحضن أو غيره إلى هذه الطريقة. جلسنا في البيت أيضا، والله عندنا لعبة، هذا ركن فلان وهذا ركن فلان، نوظف التباعد المنزلي كأنها لعبة داخل المنزل، وعلى ذلك فقس. الدعم النفسي لرجل الأمن، رجل القطاع الصحي، مطلوب منا كمجتمع. كيف ندعمه؟ شكرا، عفاكم وشكرا. لا يا جماعة، مو فقط الكلمات، إذا رأيته في الشارع ورأيت عليه اللبس الأبيض مثلا، مريت ما مساكم الله بالخير يا أبطالنا، كلمة محفزة، كل ما وقف عند إشارة، نزل من بيته وانت مار من ذلك الشارع، كلمته أو كذا. المحفزات المختلفة لكن المتنوعة والطرق المختلفة تماما، هذا التنوع في التحفيز يجب أن يكون موجودا عندنا، لكن إعادة ذات الكلمة ربما تصيب بالملل وأردنا من خلالها التحفيز. لك أيها المختص، ابحث عن القيمة العليا عندك في هذا العمل المهني العالي، وأسميها التطوعية وإن كنت تتقاضى عليه المقابل، لأنه حقيقة إقبال، ويضع الإنسان نفسه كما هو المقاتل من أجل وطنه تماما بهذا الوضع، ويغامر هذه المغامرة العظيمة، إنها شيء عظيم. كيف تستطيع أن تضيف لها معنى عاليا، أن تضيف إلى قيمة عليا عندك؟ قيمة الوطن، قيمة الدين، قيمة أبي، قيمة مليكي، قيمة قيمتي، فأربط عملي كله بهذه القيم، فيرتفع المعنى الجميل للأمر الذي أعمله وأمارسه ليل نهار.